الرحمن الرحيم، أبنائي وبناتي، طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، أهلا بكم في قناة إنجليزي ببساطة. معاكم مس نسرين إسماعيل. النهاردة إن شاء الله هنحل معاكم تدريبات يونت 2 الوحدة الثانية من كتاب جيم أولى إعدادي 2023 ترم أول. لو عايز حل تدريبات الوحدة السابقة في أعلى الصفحة اضغط على قائمة التشغيل واختار قائمة الصف الأول الإعدادي. يلا حضروا كتاب الجيم بتاعكم وحلوا معايا التدريبات. يونت 2 الوحدة الثانية بعنوان It's my favorite subject. It's my favorite subject يعني إنها مادتي الدراسية المفضلة. هنبدأ من بيج 61 صفحة 61. عندي سؤال choose اختيارات. Number 1 I love English very much. بحب اللغة الإنجليزية جدا. The antonym antonym يعني عكس، بتساوي opposite. Antonym of love عكس love. يحب is a يكره hate. Number 2 he lives far away from us. هو عايش بعيد عننا. Far away بعيدا عن is similar متشابهة in meaning في المعنى to a. Far away زي بالضبط كلمة a remote يعني بعيد. Number 3 to get an adjective عشان تجيب صفة. From the verb من الفعل differ يختلف. We add the suffix. Suffix يعني لاحقة، يعني حرفين أو أكتر ممكن نحطهم في نهاية الكلمة بيتغير المعنى. differ يختلف، عايزة أخليها صفة تبقى مختلف different، يبقى هحط لها إيه؟ ENT. Number 4 to give the opposite عشان تجيب عكس. opposite دي بتساوي اللي هي إيه؟ زي ما قلنا فوق antonym. ماشي؟ لو عشان تحصل على عكس of usual كلمة معتاد عكسها we add the prefix بنحط البادئة، حاجة بنحطها في بداية الكلمة بتغير المعنى. عكس usual معتاد، unusual غير معتاد. قلبنا الصفحة بيج 62 صفحة 62. I don't usually use the school bus. أنا عادة مش بإيه بستخدم أتوبيس المدرسة. So my father a me to school. عشان كده بابا بيوصلني إيه للمدرسة وإيه ويعني بيسوق العربية ويوديني المدرسة، يبقى إيه my father drives me. Number 2 math الرياضيات A my favorite subject هي مادتي الدراسية المفضلة. وقلنا يا أولاد إن المواد الدراسية بتعامل معاملة المفرد يعني تاخد is. Number 3 my sister will finish high school. أختي هتخلص المدرسة الثانوية this year هذا العام. She wants a the faculty of medicine يعني هي عايزة تلتحق بكلية الطب، يبقى بعد want يجي to المصدر، يبقى she wants to join، تريد أن تلتحق بكلية الطب. Number 4 my mom has a meeting. ماما عندها اجتماع at a past 9 next Sunday. عندها اجتماع الساعة 9:30 الحد الجاي، اسمها ايه half past يعني 9:30 half يعني نص. Number 5 I go to my work at quarter a 8 every day. انا بروح شغلي كل يوم الساعة 8 الا ربع. طيب عايزة quarter يعني ربع، عايزة اقول الا ربع يبقى ايه quarter 2-8 8 إلا ربع. نروح على بيج 66 صفحة 66. On a weekend في عطلة نهاية الأسبوع النموذجية عندي I visit my grandmother بزور جدتي. طبعا typical يعني نموذجي أو مثالي. Number 2 A is the subject of how to learn numbers يعني هي المادة الدراسية اللي بنتعرف فيها إزاي نتعلم الأرقام، يعني نتعلم الأرقام. طيب يبقى دي مادة الايه الماس الرياضيات. Number 3 I'm good at languages انا كويس في اللغات. So I like عشان كده بحب الايه الانجليش اللغة الانجليزية ولا الارت الرسم ولا الميوزيك ولا الماس ولا الرياضيات. طبعا بحب الايه الانجليش عشان بحب الايه languages اللغات. Number 4 girls learn how to cook in a البنات بتتعلم ازاي تطبخ في مادة ايه الهوم ايكونومكس الاقتصاد المنزلي ولا السوشيال ستاديز الدراسات الاجتماعية ولا الكمبيوتر ستاديز دراسات الكمبيوتر ولا الريليجن الدين. طبعا في مادة الاقتصاد المنزلي هوم ايكونومكس. نمبر 5 فور هوم ورك من اجل عمل واجب يعني وي اولويز بورو بوكس دايما بنستعير كتب. فروم ذا ايه بنستعير الكتب منين؟ من اللايبراري من المكتبة. نمبر 6 تيتشرز المدرسين اولويز هاف ميتينجز بيبقى عندهم اجتماع ان ذا ايه ان ذا هول في القاع. Number 7 I always get up early انا دايما بصحى بدري. A school days في ايام الايه
المدرسة طبعا مع الأيام، لما دام كلمة أيام يبقى on على طول، on school days. Number 8 I a home from school at 2 o'clock. أنا بروح البيت وانعقد من المدرسة الساعة 2، يبقى إيه؟ get home. Number 9 What a have we got next؟ إيه المادة الدراسية اللي عندنا التالية؟ فقال له it is computer studies next، الحصة الجاية عندنا مادة دراسات الكمبيوتر، يبقى مادة دراسية يعني subject. Number 10 at break في الفسحة I play games بلعب ألعاب with my friends مع أصحابي in the إيه؟ فين؟ في البلاي جراوند في الملعب. Number 11 the teacher asked us طلب مننا المدرس to a our homework before a Thursday إن إحنا ننهي واجبنا قبل يوم الخميس، ينهي يعني finish. Number 12 I visit my grandmother I do it every day أنا بزورها كل يوم، يبقى أنا بعمل حاجة الحاجة ديت إن أنا بزور جدتي كل يوم، يبقى بعملها إيه؟ daily بشكل يومي. الصفحة اللي قدامها صفحة 67 we learn how to be kind بنتعلم نكون طيبين أو عاطفين to each other مع بعض in إيه؟ في مادة إيه اللي بتخلينا في تسامح وعاطف بينا؟ طبعا الإيه؟ مادة الدين الـ religion. Number 2 I a 8 lessons on a school day يعني أنا بحصل على 8 حصص في اليوم الايه الدراسي، يبقى I have عندي او لدي. Number 3 our last school A was fantastic we had good time يعني بنقول الرحلة المدرسية السابقة كانت مدهشة we had a good time وان احنا قضينا وقت كويس، يبقى رحلة يعني trip school trip رحلة مدرسية. Number 4 you can look at the A to know how many lessons you will have today. انت بتبص في ايه عشان تعرف عندك كم حصة النهاردة؟ بتبص في ايه؟ في جدول الحصص اللي هو time table. Number 5 we learn about countries احنا بنتعلم على البلاد in ايه؟ مادة ايه اللي بندرس فيها الدول والبلاد؟ مادة الايه؟ مادة social studies اللي هي دراسات الايه؟ الدراسات الاجتماعية. Number 6 the A always rings دايما بيرن at the beginning في بداية or the end أو في نهاية of the lesson في نهاية الحصة وفي بداية الحصة بيرن هو إيه؟ البل. البل يعني إيه؟ جرس. طيب بعد كده number 7 life is boring الحياة مملة we don't have enough time مش عندنا وقت كافي إيه doing our hobbies يعني ما عندناش وقت كافي إن إحنا نمارس الهوايات بتاعتنا يبقى إيه؟ for our إيه؟ for doing our hobbies. Number 8 I like drawing أنا بحب الرسم so A is my favorite subject عشان كده إيه هي مادتي الدراسية المفضلة الارت الرسم. Number 9 she is good A English هي كويسة في اللغة الإنجليزية اسمها إيه جيد في good at. Number 10 my grandfather جدي traveled to many countries سافر لبلاد عديدة around the A حول العالم around the world. Number 11 my sisters always help A the home أختي دايما بتساعد في المنزل يبقى in a in the home. Number 12 we have 3 lessons احنا عندنا 3 حصص a the break يعني عندنا 3 حصص بعد الايه بعد الفسحه يبقى after break. نروح على صفحه 69 وعندي الصفحه دي كلها تدريبات على اللانجويج اكسرسايزز تدريبات على اللغه وطبعا احنا درسنا في الوحده ديت البريزنت سيمبل المضارع البسيط وتعرفنا على ظروف التكرار اللي هي مثلا always دائما sometimes احيانا usually عاده never ابدا وهكذا فهناخد كل التدريبات على كده. طيب number 1 مستر بدر الاستاذ بدر does not like flying ما بيحبش الطيران and he always travels دايما بيسافر by train بالقطار he travels by plane يعني معنى الكلام ده ان هو عمره ابدا ما سافرش بالطياره يبقى never. Number 2 my father sometimes a breakfast with us يعني بابا احيانا بيتناول معانا طعام الافطار يبقى my father طبعا ياخد ايه has بمعنى يملك او يتناول ماشي عشان he وshe eat او اسم شخص في المضارع البسيط وعايز اقول يملك او يتناول اقول has طيب لكن بقى انت ما بتاخد has. Number 3 how a do you play football يعني كم عدد المرات اللي انت بتلعب فيها كرة قدم كم عدد المرات how often. Number 4 he a clever he gets the full mark هو
دايما بيبقى ايه؟ بيبقى ماهر، عشان كده بيحصل على ايه؟ اعلى درجة. طيب هنقول ايه بقى؟ هنقول ان بيكون دائما، يبقى is ايه؟ is always. خلي بالكم معايا ان فيرب تو بي ام و از و ار بيجي قبل ظروف التكرار، تمام؟ لكن لو في فعل اساسي زي ما هنشوف بعد كده اللي هو play, run, eat، الافعال الاساسيه تيجي بعد ظرف التكرار. لكن لو لقيت ام او از او ار جيبها قبل ايه؟ always وقبل sometimes وقبل never وهكذا. لكن لو لقيت فعل اساسي يلعب ياكل يمشي تجيبه بعدها. طيب نمبر 5، we a go to school on Fridays، يعني احنا مش بنروح ابدا المدرسه يوم الجمعه، يبقى never. نمبر 6، Ali's school، مدرسة علي، is too far from his house، بعيدة للغاية عن إيه؟ عن منزله. So he A walks there، يعني معنى كده هو عمره أبدا مش بيمشي للمدرسة، يبقى إيه؟ never. نمبر 7، how often، كم عدد المرات، A your brother play computer games، بيلعب ألعاب كمبيوتر مع he وشو it في المضارع البسيط، بسأل إيه؟ بدز، عشان عندي هنا إيه؟ your brother ده he يعني، تمام؟ يبقى أسأل عنه بدز. طب نمبر 8، she a her homework after school، يعني هي عادة بتعمل الواجب بعد المدرسة. طب أنا بقى هختار do usually ولا usually do؟ لسه قايلين إن الفعل لما بيكون أساسي زي مثلا do يفعل بلاي يلعب أجيبه بعد ظرف التكرار، يبقى هنقول هنا إيه؟ usually do. لكن لو كانت am أو إذا or أجيبها قبلها، تمام؟ طيب نمبر 9، we a late to school، يعني إحنا مش بنتأخر أبدا على المدرسة، يبقى هنقول إيه؟ are never late. طيب جبنا ار قبل الايه؟ قبل ظرف التكرار never. نمبر 2، read and correct the underlined words، يعني اقرا وصحح الكلمه اللي تحتها خط. نمبر 1، how often، كم عدد المرات، do your father take you to the club، بابا بياخدك بيوديك الايه؟ النادي. كم عدد المرات؟ طبعا مع هي وشو ات او ايه؟ اسم شخص او your father your mother كده، اسال في المضارع البسيط بايه؟ بdoes، يبقى بدل do هتبقى ايه؟ does. نمبر 2، جهاد never gets up late، جهاد مش بتصحى ابدا متاخره، مع هي وشو ات او اي اسم شخص في المضارع البسيط بحط اس في الفعل يبقى gets. طيب نمبر 3، how old do you play tennis alex sometimes، المفروض هنا هنقول ايه؟ كم عدد المرات اللي انت بتلعب فيها تنس؟ فقال له احيانا يعني بلعب لعبه التنس، يبقى كم عدد المرات؟ how often. دي هنا سايلنت مش منطقه. نمبر 4، احمد كولز نيفر، احمد مش بينادي ابدا anyone على اي حد باد نيمز، باسماء سيئه. هي از فيري بولايت، هو مؤدب جدا. المفروض ان احنا قلنا الفعل الاساسي نجيبه بعد ظرف التكرار، يبقى احنا هنشقلب عاده لما بيكون تحت كلمتين خط، فاحنا عاده بنشقلبهم، تمام؟ طيب في السؤال دوت يبقى هنقول ايه؟ نيفر كولز، مش بينادي ابدا، نيفر كولز. بعد كده عندي نمبر 5، علي always is late for school، علي دايما بيتأخر على المدرسة. قلنا verb to be am أو is أو are بجيبهم قبل ظرف التكرار، يبقى نقول إيه؟ هنشقلب يعني، تمام؟ يبقى is a always. نمبر 6، he helps always his mother، هو دايما بيساعد مامته with housework في عمل المنزل. he studies all the time، وبيذاكر طول الوقت. طيب يبقى هنشقلب زي ما قلنا بقى، نجيب الفعل الاساسي بعد الايه؟ ظرف التكرار، يبقى نقول helps always. احنا قلنا لسه دلوقتي اكتر الاوقات لما يكون في كلمتين تحتهم خط بشقلبهم، اوكي؟ طيب يبقى always helps. نروح على بيج 70 صفحه 70، سلمى ايه listens to music she doesn't like it، هي سلمى مش بتحب الموسيقى، يبقى هي ما بتسمعهاش ابدا، يبقى never. نمبر 2، how a do you watch TV؟ قال لك twice a week، كم عدد المرات اللي بتشاهد فيها التلفزيون؟ قال لك مرتين في الأسبوع، يبقى كم عدد المرات؟ how often. نمبر 3، my father sometimes، بابا أحيانا a me to school، بيوصلني للمدرسة أو بياخدني للمدرسة، but I usually go by bus، لكن أنا إيه؟ عادة بروح بالأتوبيس، يبقى بابا بياخدني بيوديني المدرسة، يبقى takes. طيب بعد كده عندي سؤال نمبر 4، I always a my homework with my brother، أنا بعمل واجبي مع أخويا، يبقى I do my homework. نمبر 5، it is a very hot in the summer، يعني بيبقى عادة الدنيا حر جدا في الصيف، يبقى usually. لو جت دائما كانت فيهم في الاختيارات ماشي كنا اخترناها برضو، بس مش هيجيب لك طبعا ايه اكتر من اوبشن في الاختيارات، يعني هيجيب لك واحد بس صحيح.
نمبر 6، هاو اوفن ايه يور سيستر كوك فود، يعني كم عدد المرات اللي اختك بتطبخ فيها الطعام، يبقى هاو ايه هاو اوفن داز يور سيستر، عشان يور سيستر استخدم داز. نمبر 7، ايه سالي فيزيتس هير جراند بيرنتس اون فرايداي، يعني احيانا سالي بتزور اجدادها في يوم الجمعه. طب انا عندي هنا كلمه sometimes، هي دي الاختيار اللي احنا ايه الصحيح، يعني sometimes ممكن احطها قبل الفعل في بدايه الجمله، يعني هي الايه الوحيده اللي بتصلح ان انا احطها في البدايه وبعدها فصل، تمام؟ يبقى انا ما يكون جاي لي كده كل الظروف التكرار ديت، والكلام ايه الكلام اللي انا يعني الفراغ الموجود دوت الاجابه في الاول، فانا اختار sometimes وبعدها فصل، تمام؟ طيب نمبر 8، ساره ايه جوز تو ورك ايرلي شي نيفر كمز ليت، يعني ساره دايما بتروح الشغل مبكره، مش بتتاخر ايه على الايه الشغل ابدا، يبقى ايه يبقى ساره دايما دايما يعني always. طيب نمبر 9، بسمله ايه ليت شي از اون تايم موست اوف ذا تايم، يعني مش بتتاخر ايه ابدا، تمام؟ هي بتبقى في الوقت المحدد بتروح الايه المكان اللي هي رايحاه دوت، يبقى هي ايه از نيفر ليت، مش بتتاخر ابدا. السؤال الثاني سؤال الكوريكت، هنصحح الخطا. ستودنتس الطلبه اولويز سبيك انجلش، بيتكلموا انجليزي ديورنج ارابيك ليسونز، الطلبه دايما بيتكلموا انجليزي اثناء حصه اللغه العربيه، حصص اللغه العربيه لا، هما ما بيتكلموش ابدا انجليزي في حصص اللغه العربيه، يبقى بدل اولويز يبقى نيفر، بدل دائما يبقى ابدا. نمبر 2، اي اولويز ليسنز تو ذا تيشر كيرفولي، انا عاده بستمع للمعلم ايه بحرص او بعنايه، يبقى انا عندي اي هنا ما نحطش فيها اس، احنا قلنا الاس دي بحطها في الفعل ما هيش وقت بس في المضارع، يبقى اي اولويز ليسن بس شيل الاس. نمبر 3، does he often goes out in the evening، هل هو غالبا بيخرج في خارج البيت يعني في المساء، يبقى هنقول ايه بعد does بيجي الفعل في المصدر هي ودو، يبقى اقول go بس، هل هو بيخرج في المساء. طيب نمبر 4، the boys الاولاد always plays football in their free time، الاولاد دائما بيلعبوا كرة قدم في وقت فراغهم، يبقى طبعا اولاد دول جمع، يبقى ما ينفعش اقول بلايز عشان دي بتاعت المفرد، اقول بلاي بس. نمبر 5، how many do you get up at 6:30 a.m، كم عدد المرات اللي بتصحى فيها الساعه 6:30 الصبح، كم عدد المرات، how often. نمبر 6، she usually have breakfast with her family، يعني هي عاده بتتناول افطارها مع اسرتها، هي وشو ات، ما اجي اقول يتناول اقول هاز ما اقولش هاف، هاف دي مع كل الضمائر ما عدا هي وشو ات، طيب يبقى نقول ايه هنا هاز. نروح على صفحه 72 وعندنا تو ديالوجز، عندنا محادثتين، في المحادثه انا لازم اقراها كويس قبل ما احل اي حاجه، واقرا العنوان اللي موجود اللي بالتقيل ده فوق عشان ده بيحدد لي الحوار اللي في المحادثه على ايه، وممكن احتاجه في حل نقطه برضك، بيبقى عندي خمس ايه حاجات عايزه اجاوب عليها. اوكي طب يلا نشوف. ندى اند سما ار توكينج اباوت سكول سبجكتس، ندى وسما بيتكلموا عن المواد الدراسيه، فبتقول لها ذاتس ذا بيل، الجرس بيرن يعني، وات از ذا نيكست ليسن، ايه الحصه اللي عندنا بعد كده، فقالت لها ليتس لوك ات ايه، عشان تشوف الحصه اللي عندك بعد كده ايه، بتبص في ايه في جدول المواعيد، فبتقول لها يلا نشوف ايه الجدول المواعيد، يبقى ايه ذا تايم ايه تيبل، ذا تايم تيبل، قالت لها وي هاف جوت كمبيوتر ستاديز، احنا عندنا دراسات كمبيوتر، فقالت يس اي لاف ات، انا بحب الماده دي يعني، اتس ماي، انها مادتي الدراسيه المفضله، ماي فيفوريت سبجكت، فيفوريت سبجكت. بعد كده قالت اي ام نوت جود ات كمبيوتر ستاديز، انا مش شاطره في الايه في ماده الايه الدراسات الكمبيوتر، فسما قالت لها سو ايه از يور فيفوريت سبجكت، طب ما هي مادتك الدراسيه المفضله، وات از يور فيفوريت ايه سبجكت، قالت لها اي لاف ساينس، بحب العلوم اند لانجويجز واللغات. بعد كده قالت لها وات لانجويجز ار يو ايه جود ات، انت كويسه في ايه في المواد الدراسيه ايه، بصوا كده في الاجابه جت جود ات فانا استخدمتها في السؤال، انت ايه اللغات اللي انت كويسه فيها جيده فيها، قالت اي ام كوايت، انا الى حد ما جود ات انجلش، كويسه في اللغه الانجليزيه، فقالت او ايه لانجويجز، انا مش بحب اللغات، اي ام باد ات انجلش، انا مش كويسه في اللغه الانجليزيه، طب هتقول ايه اي دونت لايك، مش بحب، اي دونت لايك، مش بحب اللغات ومش شاطره في الانجليزي يعني.
المحادثة الثانية، رامي is asking رضا about his school. رامي بيسأل رضا عن مدرسته، فبيقول له هلو رضا، مرحبا يا رضا، do you like going to school؟ بتحب تروح المدرسة؟ فقال له هلو رامي ورد عليه. طب احنا مش عارفين قال له اه ولا لا ولا ايه، نشوف. قال له ايه lessons do you have every day، الحصص اللي انت بتاخدها كل يوم. قال له I usually have 7 lessons، يعني عادة باخد 7 حصص. يبقى هو قال له ايه مثلا، انا بحب المدرسة. سأله بدو، اما اجي اجاوب بدو بجاوب ايه؟ لما يسألك واحد do you تقول ايه؟ yes I do او no I don't. هل انت بتحب المدرسة؟ فهيقول ايه؟ yes I do. قال له ايه lessons do you have every day؟ قال له I usually have 7 lessons، انا عادة باخد 7 حصص. يبقى هو هيقول له كم عدد الحصص اللي انت بتاخدها، كم عدد يعني how many؟ قال له بناخد 7 حصص. قال له what is your favorite subject؟ ايه مادتك الدراسية المفضلة؟ فقال له ايه is my favorite subject، ايه مادتي الدراسية المفضلة؟ طب احنا لسه مش عارفين ايه هي، نقرأ عشان نشوف. ايه do you like it؟ فقال له ليه بتحبها؟ قال له because I learn a lot about numbers، عشان انا بتعلم كتير عن الارقام. يبقى هو هيقول له ايه، انا حبيت بحب الحساب، يعني الماس ماس is my favorite subject، هو مادتي الدراسية المفضلة. قال له ليه بتحبها؟ فقال له بيكوز. طالما سأل بيكوز يبقى طالما اجاوب ببيكوز يبقى هو كان سأل بايه، واي. واي دو يو لايك ات، هو انت بتحب الرياضيات ليه؟ فقال له بيكوز اي ليرن ا لوت اباوت نمبرز، عشان بتعلم فيها حاجات كتير عن الارقام. قال له وات اذر سبجكتس دو يو لايك، ايه المواد التانية اللي انت بتحبها؟ فقال له اي لايك اي مادة بقى، عشان هو بعد كده ما فيش كلام تاني. فممكن مثلا يقول له مادتين عشان خاطر هو بيقول له ايه المواد الاخرى اللي انت بتحبها، فهنذكر اكتر من ماده. نقول مثلا انجلش اند سوشيال ستادز، الانجليزي والايه والسوشيال ستادز الدراسات العلوم الساينس، ما فيش مشكله. انجلش اند سوشيال ستادز. نروح على صفحة 74 وعندي اختبار على lessons 1 و 2 على الدرس الأول والثاني من الوحدة الثانية. أول سؤال عندي محادثة ديالوج، سارة is asking منا، سارة بتسأل منا about her favorite school subject، عن مادتها الدراسية المفضلة. فبتقولها what is your favorite subject، إيه مادتك الدراسية المفضلة؟ فقالت my favorite subject is إيه؟ إحنا مش عارفين لسه، نقرأ بقية المحادثة عشان نعرف. قالت إيه do you like it، ليه بتحبيها؟ فقالت because science، عشان الايه الساينس العلوم is an interesting subject، مادة دراسية ايه شيقة. يبقى هي هتقول لها انا بحب الايه الساينس، my favorite subject is a science. قالت لها ايه مادام في because يبقى اسأل بايه، ويا ولاد لسه قايلينها اسأل why، لماذا؟ طب انت بتحبي ليه الساينس العلوم؟ قالت عشان دي مادة شيقة. بعد كده قالت لها ايه is your science teacher this year، مين هو المدرس بتاع الايه العلوم السنه دي؟ فقالت لها مستر ايه احمد. يبقى اما تيجي تسال على الايه الفعل العاقل تسال بهو، من. هاو اوفن دو يو ايه ات، فقالت اي ستادي ات توايس ا ويك، انا بدرسها مرتين ايه في الاسبوع. يبقى هي هتقول لها ايه كم عدد المرات اللي انت ايه بتذاكريها او بتاخديها كم مره في الاسبوع؟ طيب كم مرة بتذاكريها؟ عشان هنا قالت I study it twice a week، يبقى كم مرة بتذاكريها؟ يبقى study. هي قايلة مجاوبة أنا بذاكرها مرتين في الأسبوع. What about languages؟ إيه أخبار اللغات؟ Are you good at them؟ أنت كويسة فيهم؟ فقالت إيه؟ I am bad at them، أنا مش كويسة فيهم. يبقى هي تقول أنا مش بحبهم يعني أو مش كويسة فيهم؟ No. السؤال الثاني، students الطلبة eat and play، بياكلوا بيلعبوا during the ايه، في اثناء الايه الفسحه اللي هي الايه البريك. بريك دي مش دي عشان دي معناها فرامل. نمبر 2، the ايه is the most important person at school، اهم واحد في المدرسه، اهم شخصيه في المدرسه هو طبعا الهيد تيتشر اللي هو مدير المدرسه. نمبر 3، I usually get up at half a 6، انا عاده بصحى الساعه 6:30. مفيش حاجه اسمها 6 الا نص، لا 6:30 اللي هي ايه past، half past 6 6:30. نمبر 4، A is a very big room، غرفة كبيرة جدا، for a lot of students، للطلبة كتير، and teachers والمدرسين، دي طبعا القاعة الهول. نمبر 5، I usually breakfast before I go to school، أنا عادة بتناول إفطاري قبل ما أروح المدرسة، يبقى إيه؟ I usually have. نمبر 6، they go to the A to read books، بيقروا الكتب فين؟ في library، في المكتبة.
Number 7. When the A rang. لما A ran, the teacher ended the class. المدرس أنهى الإيه الحصة. تمام كده؟ يبقى الإيه الجرس يعني بل. Number 8. My father always A to work by bus. بابا عادة بيروح الشغل بالإيه بالأتوبيس. يبقى إيه؟ بدل يعني المفروض ان انا بحط ايه اس او اي اس في الفعل عشان خاطر هي وشو ات بابا ده هي، يبقى ايه بدل ما اقول جو اقول ايه جوز. الصفحه اللي قدامها صفحه 75 ومكملين مع بعض الاختيارات. وي سبيك انجلش ديورنج اور ارابيك ليسونز، يعني احنا ما بنتكلمش ابدا لغه انجليزيه في اثناء حصص اللغه العربيه، يبقى وي ايه وي نيفر. نمبر 10. هاو داز سامي ايه وين هيز فازر از ات هوم، يعني احنا بنقول ازاي سامي بيشعر لما باباي بيكون في البيت. بعد ده تيجي الفعل في المصدر يبقى ايه فيل. بعد كده سؤال الكوريكت التصحيح الخطا. I usually plays the drums، انا عاده بعزف على الطبول. المفروض اي هنا ما يكونش في ايه اس في عشان دي بتاعتي وشو ات، يبقى بلاي بس. I play. I usually play. نمبر 2. Always he gets up late. طيب انا هنا المفروض ان انا اجيب، احنا لسه قايلين ان احنا في بدايه الكلام عايزين نجيب كلمه من ظروف التكرار، بجيب sometimes وبحط بعدها فاصله. هو ايه هو احيانا بيصحى ايه بيصحى متاخر sometimes، وحط فاصله. طيب ممكن ان اجي امر واحد ما اقول له دايما يعمل كذا او دايما ما تعملش كذا، ممكن اجيب always في البدايه في الحاله دي لو كنت بامر واحد بعمل حاجه، او نيفر ابدا. تمام كده؟ لكن لو الكلام عادي بيقول ايه هو بيصحى متاخر، الكلام ده مش هنقول اولويز بقى، هنقول احيانا بيصحى متاخر واحط بعدها فاصل عشان هي دي اللي بتنفع تيجي في اول الكلام في الحالات دي. نمبر 3. ماي فازر كومز نيفر ليت فور لانش، يعني بابا مش بيتاخر ابدا على الغداء. احنا قلنا هو لسه اما يكون كلمتين غالبا انا بشقلبه. اوكي يبقى هنقول نيفر كومز. بجيب الفعل الاساسي بعد ظرف التكرار. نمبر 4. Does he often watches TV in the evening؟ هل هو غالبا بيشاهد التلفزيون في المساء؟ بعد do does لازم يجي الفعل في الانفينيتيف في المصدر، يبقى نقول watch بس. السؤال الرابع. Write a paragraph of about 80 words on، اكتب باراجراف من 80 كلمة على your school day، يعني يومك المدرسي. وقلنا احنا بنحل في كراسة إجابة السنة دي عشان احنا كبرنا خلاص يقول اعدادي، المفروض ان انا في بدايه الصفحه كده كراسه الاجابه بكتب عنوان الباراجراف دوت، وبعد كده ببدا اكتب الباراجراف بتاعي. طيب ما يور سكول داي، يومك المدرسي، خلي يور دي ماي، يعني لما تيجي تكتب اكتب ماي سكول داي. هنشوف كتبنا ازاي. ماي نيم از مونا، اسمي مونا. طبعا في بدايه الباراجراف بسيب مسافه نص كلمه كده وببدا بحرف كابيتال، كل جمله وجمله بحط في اخرها فول ستوب، وبعد الفول ستوب ببدا بحرف كابيتال. هنقول ايه على يوم المدرسي؟ My name is Mona، اسمي مونا او اي اسم. I always have a busy school day، انا عاده انا دايما بيبقى عندي يوم مدرسي ايه مشغول. I go to a preparatory school، انا بروح مدرسه اعدادي in Cairo في القاهره. I get up at 7 o'clock، بصحى الساعه 7. I wash my hands، بغسل ايديا and face ووجهي. then بعد كده I have my breakfast، بفطر. I walk to school in the morning، بمشي المدرسة في الصباح. I go with my friends، بروح مع صحابي. I have 7 lessons a day، بيبقى عندي 7 حصص في اليوم. I can do many activities during the break، ممكن أعمل أنشطة كتيرة في الفسحة. when I finish school، لما بخلص المدرسة. I come back home، برجع البيت at 3 p.m. الساعة 3 مساء. I always do my homework، دايما بعمل واجبي أوفي after school بعد المدرسة. I sometimes، أنا أحيانا meet my friends، بقابل صحابي. and go out in the evening، ونخرج شوية بالليل. I never sleep late on school days، أنا مش بنام متأخر أبدا في اليوم الإيه المدرسي. نروح على صفحة 83. Number 1. The children، الأطفال in the USA في الولايات المتحدة الأمريكية، at school on a snowmobile، بيروحوا المدرسة في عربة الثلج. snowmobile يعني إيه؟ عربة الثلج. في الأيام اللي فيها ثلج بيروحوا المدرسة، بيسافروا المدرسة في عربة الثلج، يبقى travel. Number 2. We arrived in Luxor 2 days a week، احنا وصلنا الأقصر من يومين فاتوا. طبعا الأقصر ده اسم مدينة، مكان كبير، يبقى أقول arrive ايه arrived ايه in. لكن لو مكان صغير مستشفى مدرسة بتاع كنت قلت arrived at، لكن ما يكون مدن أو دول بقول arrived ايه in.
طيب نمبر 3، بيوبلز التلاميذ وير سكول ايه؟ بيلبسوا ايه؟ زي الموحد بتاع المدرسة اسمه يونيفورمز. نمبر 4، I have a nice A to keep my pens and rulers in. بحط اقلامي والمساطر بتاعتي في ايه؟ في طبعا في مقلمة pencil case. نمبر 5، The teacher المدرس asked us to write. طلب مننا ان احنا نكتب what he wrote اللي هو كتبه on the board على السبورة in our A في كراساتنا. كراسات يعني notebooks. Number 6, people use A to travel by sea. الناس بتستخدم A عشان تسافر بالبحر، بتستخدم طبعا السفن ships. Number 7, my aunt is very A, she gives me presents. عمتي عطوفة جدا أو طيبة جدا، بتديني هدايا، يبقى هي kind، طيب أو عطوف. Number 8, this mobile، الموبايل ده is expensive، غالي الثمن. It isn't، مش رخيص. It isn't cheap. Number 9, some children، بعض الأطفال in Egypt، في مصر، ate to school، بيروحوا المدرسة ايه؟ bikes are fantastic، الدرجات رائعة، يبقى بيروحوا ايه؟ بيروحوا cycle، يعني راكبين درجات. طيب number 10، some students، بعض الطلبة live away from school، بيعيشوا بعيدا عن منازلهم، يبقى ايه؟ along away اللي هي number 10. سيبك من الاختيارات دي كلها، هاخد along اللي هي في مسافة ما بين ال a واللونج. طيب نمبر 11، school A should be followed، يعني قواعد المدرسة ينبغي أن A تتبع، يبقى school A rules اللي هي نمبر D. نمبر 12، there are lots of shops، في محلات كتيرة، A the other side of the road، على الجانب الآخر من الطريق، يبقى on the other side. طيب نمبر 13، when does the train arrive، إمتى القطار A بيوصل؟ طبعا هنا مش هحط اي حرف جر خلاص تاني، امتى القطر بيوصل وخلاص، يبقى نو بروبوزيشنز، مش بروبوزيشن، مش هحط اي حرف جر. قلبنا الصفحه، صفحه 84. I usually eat my homework in the evenings، انا عاده بعمل واجبي في المساء، يبقى I usually do. نمبر 2، the A is the fastest form of transport، يعني اسرع وسيله مواصلات هي الطائره البلين. نمبر 3، A is used for traveling، بيستخدم في السفر. When there is a snow، لما يكون فيه جليد، طبعا لسنو موبايل عربة التلج. Number 4، A carries people from one side، بيحمل الناس من جانب من البحيرة of the lake to the other، للجانب الآخر، طبعا اللي هو الايه؟ الكانو، اللي هو الزورق الطويل الخفيف. Number 5، My house is on the main road، يعني البيت بتاعي على الشارع الرئيسي. A the right، على اليمين، يبقى on the right. طيب number 6، we shouldn't say a things to other people، ينبغي علينا ان احنا ما نقولش الاشياء غير الطيبه او غير العطوفه للناس، ما نقولش حاجات وحشه للناس، يبقى unkind things. number 7، some people، بعض الناس like a because they can go in narrow streets، يعني بعض الناس بيحبوا يركبوا اللي هي الموتوسيكلات او الدرجات البخاريه عشان بتدخل ايه، يقدروا من خلالها يدخلوا في الشوارع الضيقه، يبقى بيحبوا يركبوا الايه، الموتور بايكس اللي هي الايه، الدرجات البخاريه. نمبر 8، سام تورستس، بعض السائحين arrived ايه كايرو ايربورت لاست ويك، بعض السائحين وصلوا مطار القاهره الاسبوع الماضي. طيب الوقت عندي كلمه arrive بيجي بعدها لا اما ان لا اما ات، ان لو المكان كبير دوله او مدينه، ات لو المكان صغير مطار مستشفى مدرسه، هنا كايرو ايربورت مطار القاهره ده مكان صغير، يبقى نقول ايه arrived at، بعض السواح وصلوا مطار القاهره الايه الاسبوع الماضي، يبقى ايه arrived at عشان مطار صغير. طيب نمبر 9، don't a to bring your camera with you، يعني ما تنساش تجيب معاك الكاميرا، يبقى don't forget، لا تنسى. نمبر 10، students الطلبه should go to school a time، الطلبه ينبغي عليهم ان هم يروحوا المدرسه في الوقت المحدد، يبقى on time. Number 11، the A is an animal، عبارة عن حيوان called the sheep of desert، بسموه سفينة الصحراء، طبعا دوت الكامل الجمل. Number 12، my journey، رحلتي to school، للمدرسة، A about 30 minutes، عشان اروح المدرسة بستغرق حوالي 30 دقيقة، يبقى ايه عشان journey to school دي مفردة، يبقى نقول ايه takes، بتاخد ايه 3. عشان نحل الأسئلة اللي جاية ديت لازم نكون واخدين بالنا من apostrophe S، الفصل العليا S ديت اللي بتيجي هنا أو بتيجي هنا. تعالوا نشوف كده، بحط apostrophe S
للملكية بعد الاسم المفرد غير المنتهي بإس. يعني عايزة أقول إيه؟ الوقت عايزة أقول ده كتاب عادل، أقول إتس آدلز بوك. هو عادل ده مش بتنتهي بإس، عايزة أقول ده كتاب عادل أحط أبوستروف إس اللي هو بتاعة الملكية. ذاتس ماي فريندز كار، دي سيارة صديقي، أهو حطيت أبوستروف إس عشان دي بتاعة الملكية. بنستخدم الإس أبوستروفي مع الاسم الجمع المنتظم المنتهي بحرف الإس. إحنا عادة بنجمع الأسماء بحرف الإس، يعني بوك كتاب، بوكس كتب، بن قلم حبر، بنس قلم حبر. طيب قال لك لو الاسم جمعه بينتهي باس، في الحاله دي ما ينفعش احط اس ابوستروف اس، هتبقى مش مظبوطه كده. طب فقال لك حط بس ايه ابوستروفي بعد الاس اللي هي بتاعت الجمع. يعني اقول ايه؟ ذاتس ذا تيتشرز روم، دي غرفه المدرسين، خلاص هي تيتشرز فيها اس، حط بعدها فاصله بس ما تكتبش اس تاني. طب ذيس از ا جيرلز سكول، دي مدرسه للبنات، اهو جيرلز اخرها اس، حطينا بعدها ابوستروفي بس. طب لو كان الاسم الجمع ده مش بينتهي باس، لو كان جمع غير منتظم زي مثلا child طفل children اطفال مش اخرها اس، في الحاله دي احط اس عادي، ابوستروف اس عادي بتاعت الملكيه. That is not the children's notebook، دي مش كراسه الايه الاطفال. طيب بعد كده عندي هنا يمكن استخدام الاس ابوستروفي مع الاسم المفرد المنتهي بحرف الاس. بصوا كده معايا، لو مثلا في اي اسم بينتهي بحرف الاس، مثلا عندنا لميس، مثلا اي اسم، رمسيس، كل دي بتنتهي بحرف الاس، في الحاله دي ايه احط ابوستروفي في الملكيه بس بعد الاس. اتس لميسس ايه، لميس ايه دريس، ده فستان لميس، ما ينفعش اقول لميسس دريس، لا لميس دريس احط ابوستروفي بس. طب كمان قال لك ما بنستخدمش الابوستروفي اس مع الجماد، يعني عايزه اقول ايه، باب السياره اقول كار دور على طول، ما احطش ابوستروفي اس. اي ريبيرد ماي كار دور، صلحت باب العربيه بتاعتي. طب لو كان في شخصين بيمتلكوا شيء احط الابوستروفي اس بعد مين؟ قال لك حطها بعد الاسم الاخير، اقول اي نو هو هوز ذا رولر ذس از، انا عارفه دي مصدره مين. ات هاز داليا اند عزه نيمز، دي مكتوب عليها اسم داليا وعزه اون ات، حطيت الابوستروفي اس بعد الايه، بعد عزه. طيب بردك ممكن اضيف الابوستروفي اس لبعض الوظائف، تمام، فتتحول للاماكن اللي بتمارس فيها الوظيفه دي، يعني بوتشر جزار، بوتشرز ايه محل الجزار، كيمست صيدلي، كيمست الصيدليه، بيكر خباز، بيكرز المخبز. اوكي لما اجي اسال عن الملكيه بسال بهوز، انا حبيت بس اشرح الجزء ده لانه مهم جدا عشان نعرف نحل الاسئله اللي جايه. تعالوا نشوف الصفحه اللي وراها، صفحه 86، تطبيق على اللي احنا قلناه دوت. This is the A room، دي غرفه المدرسين، يبقى نقول ايه teachers A room. نمبر 2، It's not a bag. Her bag is red. دي مش ايه حقيبة هدى، حقيبتها لونه أحمر، يبقى ايه هدى's اللي هي فيها أبوستروف ايه؟ أبوستروف اس. طيب بعد كده That is not my ball. دي مش كورتي. It is a ball. ها دي كرة الأطفال، يبقى ايه children's a ball. Number 4. I go to school in my a car. أنا بروح المدرسة في سيارة والداي، يبقى my a My parents a car. طيب number 5. These are my a shoes. Her name is Nermin. Is a نسمة. يعني دي الحذاء بتاع أختي اسمها نسمة. تمام يبقى a my sister's a shoes. Number 6. The a pen is on the table. يعني قلم القلم بتاع الطالب على الترابيزة. الطالب ده مفرد يبقى a students اللي هي number D. بعد كده نمبر 7، ذي سبايكس الدرجات دي بيلونجز تو ذا جيرلز بتخص البنات، ذا اي بايكس ار اوفر ذير، يعني الدرجات بتاعه الاولاد موجوده هناك، يبقى ايه بويز ذير. طيب نمبر 8، ماي ماذر وونتس تو باي ميت، ماما عايز تشتري لحمه، سو شي وينت تو ذا ايه، راحت فين؟ راحت محل الجزار الايه البوتشرز. نمبر 9، علي بروك ذا ايه ليج يسترداي، علي كسر رجل الترابيزه، طبعا رجل الترابيزه ده جماد، احنا قلنا مش هنحط الابوستروف اس في الجماد، يبقى نقول تيبل ايه ليج على طول، رجل الترابيزه. سؤال الكوريكت، this teacher's name is Mr. احمد محمد، اسم المدرس دوت الاستاذ احمد محمد، طبعا ده مفرد يبقى لازم نحط ابوستروف اس، يبقى ايه teachers، نحط قبل الاس ايه ابوستروف، اسم المدرس ده كذا. طب نمبر 2، كان يو سي كمالز اند امير كلاس روم، تقدر تشوف الفصل بتاع كمال وامير، ات از اون ذا رايت على اليمين،
احنا قلنا لما يكون في اتنين مشتركين في حاجة ملكية بتاعتهم بحط الابوستروفي اس بعد الاسم الاخير. يبقى احنا هنكتب هنا هنا اهو، هكتبه هنا عشان ايه الكلمتين ايه الاسمين طوال شوية، كمال بس كده اند اميرز، هحطها في الايه في نهاية الاسم التاني. اوكي يا ولاد. طيب بعد كده دي طبعا دي الاجابة بتاعت دي. طيب بعد كده عند نمبر 3، وات باج از ذيس بتاعت مين الشنطة دي؟ اتس هندز بتاعت ايه؟ هند. يبقى هنقول مين؟ ملك من؟ ملك من يعني بسأل عن الملكية بهوز. يبقى هنقول هنا ايه؟ هوز. هوز باج بتاعت مين الشنطة دي؟ نمبر 4، هيلين هاز جات ريد هير، هيلين عندها شعر أحمر. هيلين هير از فيري لونج، شعر هيلين طويل قوي، يبقى هيلينز عشان الملكية. طيب نمبر 5، this is Ali's photo. It's new. دي صورة علي حديثة، يبقى Ali's photo. حط بس ايه apostrophe قبل الاس عشان بتاعت الملكية للمفرد. طيب نمبر 6، we buy bread at the baker. بنشتري الخبز من ايه؟ من المفروض من ايه؟ من المخبز. بيكرز، حط لها apostrophe اس. بيكرز. عشان تبقى ايه؟ مخبز. لو كانت بيكري برضو صح يعني. الصفحة اللي قدامها صفحة 87، a table. Is this قالك it's mine، يعني ملك مين الترابيزة ديت؟ ملكي، يبقى هوز ملك من. نمبر 2، the A books are on the table. Give the books to them، يعني الطلبة الكتب بتاعتهم موجودين على الترابيزة، اديها لهم. طبعا هنا نختار نمبر ايه؟ نمبر بي اللي هي ايه؟ students، اللي هي الابوستروفي بعد الاس بتاعت ايه الجمع. نمبر 3، مستر اند مسز تامر، الاستاذ تامر وزوجته هاف ا دوتر، عندهم بنت كولد ميرا اسمها ميرا. مستر اند مسز تامر ار اي بيرنتس، يبقوا دول ايه؟ بابا ماما تاميرا، والديها يبقى ايه؟ ميرز، اللي هي نمبر سي. طيب نمبر 4، ماي فازر وينت تو ذا ميكانيك، راح للميكانيكي بابا تو فيكس ذا ايه دور، عشان يصلح ايه؟ الباب بتاع السياره. قلنا الجامات مش هنحط ابوستروف اس فيه، يبقى ايه؟ كار دور. نمبر 5، وي باي ميديسين، احنا بنشتري الدواء ات ذا ايه؟ من الصيدليه، من الكيمستس. نمبر 6، اتس ماي ايه بيرثداي تومورو، عيد ميلاد اخويا بكره. اي شودنت فورجيت هيز بيرثداي، ما انساش الايه؟ العيد ميلاد بتاعه. طبعا هو مفرد، عرفت من ايه؟ من هيز، ماشي، هيز بيرثداي عيد ميلاده لوحده، يبقى هنقول ايه؟ براذرز، اللي هي نمبر دي. نمبر 7، ذا ايه از علي، يعني اسم الولد علي، يبقى ذا ايه؟ The boy's a name، اللي هي number A، number B. طيب number 8، chess is my a favorite game. It's their a hobby. طيب يعني لعبة الشطرنج هي اللعبة المفضلة عندي ولاد ايه؟ ولاد عمي، يبقى ايه؟ my a my cousins، اللي هي number D، my cousins favorite game. طب number 9، I want a A please، أنا عايز من فضلك كوباية إيه؟ كوباية لبن، يبقى glass of milk. بعد كده سؤال correct number 1، whose cap is this؟ بتاع مين القبعة دي أو الكاب ده؟ it is دينا. طبعا ما ينفعش أقول دينا كده، هقول ملك دينا، يبقى نحط لها apostrophe s، يبقى إيه؟ دينا. هي الكلمة بس حط apostrophe s في الآخر. نمبر 2، the girl's name are Sara and Tuha، اسماء البنات هي ساره وتقى، المفروض هن ايه؟ مش هنحط خلاص، هي البنت جيرلز جمعها بنات، وهنحط ابوستروفي بس بعدها اسماء البنات، يبقى نعمل كده بس، نحط الابوستروفي بعد الاس بس. طيب نمبر 3، شي از سيلينج هير تشيلدرنز اولد تويز، هي بتبيع العاب اطفالها الايه القديمه. تمام، يبقى اقول ايه؟ تشيلدرنز، عشان ايه مش بتتجمع بالاس، فعادي احط ابوستروفي اس. طيب نمبر 4، this is Judy and Ola picture، دي صورة ايه؟ جودي وعلا. قلنا لما يكون في اتنين مشتركين في حاجة فيها في الملكية بحط الابوستروف اس بعد الاسم الأخير، يبقى نقول هنا جودي and Ola's. طيب نمبر 5، we can buy meat، ممكن نشتري اللحمة at the butcher، من ايه؟ المفروض butchers، من محل الجزار، حط ابوستروف اس. نمبر 6، my brothers like to go swimming، يعني اخواتي بيحبوا يروحوا يسبحوا. طبعا هيكون جمع بس brothers بس من غير الابوستروفي دي، brothers اخواتي بس، brothers اخواتي بيروحوا ايه؟ بيحبوا يروحوا يسبحوا.
نروح على صفحة 89 وعندي تدريبات على lessons 3 و 4 الدرس الثالث والرابع من unit 2 من الوحدة الثانية. أول سؤال عندي listen and choose، ده بيبقى أول سؤال عندي في الامتحان، سؤال استماع. And choose the correct answer from A, B, C or D. اسمع الفقرة اللي هتتقلب واختار الإجابة الصحيحة من A ولا B ولا C ولا D. طيب المستر بيدخل يقول لي فقرة في الامتحان وأنا بسمعها كويس جدا وبعد كده بجاوب على الأسئلة. المفروض قبل ما المستر يدخل إن أنا بقرأ الأسئلة بإجابتها، عشان وهو بيقول الفقرة ببقى أنا دماغي شغالة في الحل على طول. طب يعني مثلا في الاستماع ده يجي المستر مثلا يقول لك إيه؟ In the USA في الولايات المتحدة الأمريكية there is a lot of snow، في كثير من الجليد in winter في الشتاء. The children الأطفال travel to school بيروحوا المدرسة on a snowmobile في عرب الجليد. It's cold الجو بيبقى برد but it's fast and fun، لكن بتبقى إيه سريعة وممتعة. طب أول سؤال عندي How is the weather in the USA in winter؟ الجو بيعمل إزاي في الولايات المتحدة الأمريكية في الإيه؟ في الشتاء. طبعا الجو بيبقى snowy يعني جليدي، يبقى فيه جليد كتير، تلج كتير. Number two How do the children go to school there؟ الأطفال طب في أيام الجليد دي بتروح إزاي المدرسة هناك؟ بتروح في عربة الثلج أو عربة الجليد اللي هي on a snowmobile، في عربة الثلج. طيب number three How is their journey to school؟ ازاي رحلتهم بتبقى للمدرسة؟ بتبقى fast سريعة، fun ممتعة، bus A و B سريعة وممتعة، ولا A ولا B؟ لا طبعا بتبقى سريعة وممتعة، يبقى number C bus A and A B. طيب number four How is the weather when they go to school؟ الجو او الطقس بيبقى عامل ازاي وهم رايحين المدرسة؟ طبعا بتبقى ايه الجو cold، بيبقى بارد. السؤال الثاني سؤال choose الاختيارات. At school في المدرسة we have many A to follow، عندنا قواعد كتير أو قوانين بنتبعها، من قوانين مدرسية يبقى عندنا rules. Number two My brother أخويا has a special A in his job، عنده زي واحد خاص بعمله يعني، تمام كده يبقى عنده uniform في الشغل بتاعه. طيب Number three We cross the lake، إحنا بنعبر البحيرة to the other side للجانب الآخر in A، بنركب ايه عشان نروح من بحيره من شاطئ لشاطئ؟ بنركب الايه الكانو اللي هو الزورق الطويل الخفيف. نمبر 4 ايه از يوزد تو موف اند ترافل اون ايس، ايه اللي بنستخدمه عشان نتحرك او نسافر على الجليد او نروح مكان بيه على الجليد؟ طبعا بنركب السنو موبايل عربه الثلج. نمبر 5 ذا ترين ليفت كايرو، القطار غادر القاهره. ليفت دي الماضي بتاع ليف، يغادر ده كده ماضي، الكلام في الماضي البسيط. At 7 o'clock غادر القاهرة الساعة 7 and soon وبعد كده لاحقا we ايه in جيزة، وصلنا الجيزة، الكلام في الماضي البسيط يبقى ايه arrived ايه in جيزة. Number 6 cars سيارات وباص الأوتوبيسات boats القوارب and trains والقطارات are means of ايه، هي أشكال وسائل مواصلات means of transport. Number 7 there is a nice park، في حديقة لطيفة is the other side of the road على الجانب الآخر من الطريق، يبقى on the other side. Number 8 A dress is this it's هناء، ماشي ده ايه الفستان بتاع هناء، يبقى ملك من ايه الفستان ده ملك من يعني هوز. قلبنا الصفحة صفحة 90 The A is broken، ايه اللي اتكسر؟ شباك السيارة، وقلنا شباك السيارة ده جماد يبقى ما ينفعش استخدم معاه apostrophe S، يبقى اقول ايه car window على طول. طب number 10 Those are my A jackets they go to the same school، ديت الجواكب بتاعت اخواتي الصبيان هم بيروحوا نفس المدرسة، يبقى هنختار ايه brothers. طيب بعد كده سؤال correct the men's bag are there، يعني الحقيبة الحقائب بتاعت الرجال موجودة هناك. طبعا كلمة من رجال مش ايه جمع، دي جمع رجل بس مش محطوط في اخرها اس عشان ده جمع شاذ، ففي الحالة دي بحط ابوستروفي اس على طول، يعني انا ناقصني الايه الابوستروفي بقول ايه men's كده. طيب number 2 these are my sister's shoes، ده حذاء أختي يبقى إيه sister's shoes، نحط لها الأبوستروفي إس بتاعت الملكية. Number 3 the ruler المسطرة has Dalia's and Azza's name on it، عليها اسم داليا وعزة، ما بيكون في حد بيمتلك حاجة وشخصين بحط الأبوستروفي إس بعد الاسم الإيه الأخير، يبقى نقول هنا داليا and Azza's، حط إيه في آخر عزة أبوستروفي. طيب نمبر 4 هو كاب از ذس، بتاع مين الكاب دي او القبعه دي؟ اتس دينا بتاع دينا ملك من يعني هوز.
بعد كده عندي السؤال الرابع، write a paragraph، اكتب باراجراف عن ايه your journey to school، رحلتك ايه للمدرسة. طيب احنا عندنا هنا في الباراجراف انت ممكن تقول اي وسيلة مواصلات، او لو كنت بتروح ماشي للمدرسة بتاعتك فما فيش اي مشكلة ان انت تبدأ في الباراجراف براحتك. طب مثلا احنا قلنا هنا ايه، my name is Ali، اسمي Ali، I live in Luxor، انا عايش في لوكسور. مش شرط تلتزم بالكلام ده، انت ممكن تكتب اي مدينة اي مكان انت عايش فيه ما فيش مشكلة. I go to school with my friends، بروح المدرسة مع أصدقائي. I am in preparatory one at school، أنا في أولى إعدادي في المدرسة. My school is far from my house، مدرستي بعيدة عن بيتي. So we never walk، عشان كده احنا مش بنروح أبدا مشي. To school، للمدرسة. We travel to school by ferry، بنروح المدرسة بالمعدية. It takes about an hour، بتاخد حوالي ساعة to arrive at school، عشان نوصل المدرسة. The ferry is very nice، المعدية لطيفة قوي. We cross the river، بنعبر النهر to get there، عشان نوصل هناك للمدرسة. It's not an easy journey، طبعا مش بتبقى رحلة سهلة. The ferry takes us to school، المعدية بتودينا المدرسة. And home again، وترجعنا البيت تاني every day، كل يوم. I get home، برجع البيت at 3 o'clock، الساعة 3. I like my journey to school، بحب رحلتي المدرسية. نروح على صفحة 96، صفحة 96. He is good at A، he likes English and French، بيحب اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية، هو جيد في الإيه، في اللانجويجز، في اللغات. Number 2، he isn't very tall، هو مش طويل قوي. He is A tall، هو طويل إلى حد ما، يبقى A quite tall. quite دي يعني إلى حد ما، لكن دي يعني هادئ. طيب Number 3، what time do you come A from school، في أي وقت أنت بترجع يعني للبيت من المدرسة، اسمها come home على طول. طيب number 4، the teacher، المدرس of science بتاع العلوم، asked us، طلب مننا to do a about kinds of transport، ان احنا نعمل مشروع على ايه، انواع ايه وسائل المواصلات، يبقى طلب منا ايه، do a project. number 5، I usually ايه اشاور، انا عادة باخد دش after playing a game، بعد ما بلعب مباراة of football من كرة القدم، اسمها ايه، اسمها have a shower، ياخد دش اسمها have a shower. طب number 6، I like to read a bed before I sleep، بحب اقرا في السرير قبل ما انام، يبقى ايه، in bed. طيب number 7، we eat eggs، احنا بناكل بيض and cheese وجبنه، ايه، breakfast، على الفطار او في وجبه الافطار، يبقى for breakfast. طيب number 8، ايه is a simple message، رساله يعني بسيطه، sent through the internet، بتبعث خلال الانترنت او عبر الانترنت، ده الايميل. طيب بعد كده عندي number 9، my mother always، يعني ماما دايما، a me up at 6 o'clock، بتوقظني دايما الساعة 6. طبعا my mother مع هيوشو it، او اسم شخص بحط اس في الفعل في المضارع البسيط، يبقى wakes me up. number 10، he loves sports، هو بيحب الألعاب الرياضية. he is good at a، هو بيحب الألعاب الرياضية، هو كويس في ايه، في دول، في الفوتبول، في كرة القدم. number 11، your answer، إجابتك، isn't true، ليست صحيحة، it is a false، خاطئة. طيب number 12، أميرة likes music، أميرة بتحب الموسيقى، but she isn't a at it، لكن هي مش جيدة فيها، يبقى good at it. الصفحة اللي قدامها صفحة 97، I am not good at running، أنا مش كويس في الجري. I am very a، أنا بطيء جدا، I am very slow. طيب number 2، I a my clothes then I go to school، أنا بلبس هدومي بعد كده بروح المدرسة. عندي كلمة wear بمعنى يرتدي، وكلمة بتسويها كلمة put on بمعنى يرتدي. number 3، my mother always is shopping on Sundays، يعني ماما عادة بتروح تتسوق في ايه، في أيام الحد، يبقى goes shopping، عشان ماما أقول goes shopping. طيب number 4، the teacher، المدرس، asked us، طلب مننا to do a project، إن احنا نعمل مشروع a healthy food، على الطعام الصحي، يبقى ايه، do a project on. طيب number 5، people go to the beach، الناس بتروح الشاطئ، in a when it's very hot، لما بيكون الجو حر قوي بيروحوا، طبعا الكلام ده في الصيف، في السمر. طيب number 6، can you a me a message when you arrive، ممكن تبعت لي رسالة لما توصل، يبقى send me a message. number 7، what a have we go next، فقال science and art، يعني احنا عندنا بعد كده حصة ايه، عندنا علوم وايه، رسم، يبقى هنقول هنا ايه، what a subjects، ايه المواد الدراسية اللي عندنا بعد كده، فقال له علوم وايه، ورسم. number 8، we always visit our grandparents، احنا دايما بنزور
اجدادنا ايه ذا ويك اندز، في عطلات نهايه، في عطله نهايه الاسبوع اسمها ات ذا ويك اند. نمبر 9 اي يوجوالي ايت دينر ويز ماي فاميلي، انا عاده بتناول العشاء مع اسرتي، يبقى هاف اي دينر. طب نمبر 10 اي لايك ماي تيتشرز، بحب مدرسيني، زي ار فيري، عشان هم ودودين فريندلي. نمبر 11 ايه از ذا اوبوزيت، اوبوزيت قلنا عن ايه، قلنا عن عكس اوف فريندلي، عكس كلمه ودود اللي هي ايه فريندلي، تبقى ان فريندلي، غير ودود. نمبر 12 ستودنتس، الطلبه ايه ميني اكتيفيتيز تو دو ات سكول، يعني عندهم انشطه كتيره يعملوها في المدرسه، يبقى هاف ميني اكتيفيتيز. نروح على صفحه 98 وعندي كومبليت ذا فولوينج ديالوج، اكمل المحادثه التاليه. سمر اند ايا ار توكينج اباوت هاو زي جو تو سكول، بيتكلموا ازاي بيروحوا المدرسه. فسمر بتقول ايه، هاو دو يو جو تو سكول، ازاي بتروحي المدرسه يا ايا؟ فقالت ماي داد اي مي تو سكول افري داي، بابا بيوصلني كل يوم للمدرسه بالسياره، يبقى ايه درايفز. فقالت لها اند يو وين، تبقى بتروح ازاي؟ فقالت اي يوجوالي جو تو سكول باي ايه، بروح بايه. بعد كده قالت لها ايه دو يو يوجوالي جو باي باص، عرفنا هنا انها بتروح بالاتوبيس، يبقى هتقول انا بروح المدرسه باي باص، بالاتوبيس. قالت لها في اجابه ببيكوز، يبقى انا سالت بواي، لماذا؟ واي do you usually go by bus، ليه انت عاده بتروحي بالاتوبيس؟ فقالت because my school، عشان مدرستي is a away، عشان مدرستي بعيده far away. قالت لها how long does it a to go to school، يعني بتستغرق قد ايه عشان تروح المدرسه؟ فقالت لها it takes 50 minutes، بتستغرق كام؟ 50 ايه دقيقه، يبقى how long does it take to go to school، بتستغرق 50 دقيقة. قالت لها which is better، ايه الأفضل، to go to school in the car، أفضل نروح بالسيارة، or on the bus، ولا في الأتوبيس؟ فقالت لها of course the car، طبعا السيارة. فقالت لها I agree with you، أنا متفقة معك. الصفحة اللي قدامها صفحة 99، صفحة 99، بردك سؤال ديالوج في الأول. بسملة asks كريمة، بسملة بتسأل كريمة about her school journey، عن رحلتها للمدرسة. فقالت لها how do you travel to school، ازاي بتروح المدرسة؟ فقالت I travel to school، بروح المدرسة كذا، احنا لسه مش عارفين فنكمل. فقالت لها هاو ايه داز ات تيك، بياخد قد ايه؟ فقالت لها ات تيكس اباوت 10 مينتس، بياخد حوالي 10 دقايق. طيب يبقى هي مثلا بتروح بالاتوبيس مثلا، يبقى تقول لها اي ترافل تو سكول باي ايه، باي باص، بروح بالايه، بالاتوبيس، طالما هو مش محدد لي حاجه معينه. بعد كده هاو ايه، هاو لونج، كام طول المده اللي انت بتستغرقيها عشان تروحي المدرسه؟ فقالت الاتوبيس ده بياخد ات تيكس اباوت 10 مينتس، حوالي 10 دقايق. بعد كده قالت لها ار يو جود ات لانجويجز، انت كويسه في اللغات؟ فقالت لها ايه اي ام فيري جود ات انجلش، انا كويسه قوي في الانجليزي. يبقى هي تقول لها يس، ايوه انا كويسه في اللغات. قالت لها ايه اور تيتشر اوف انجلش ذس يير، اسم مدرسنا ايه السنه دي، يبقى او مين هو مدرسنا السنه دي؟ فقالت ات از مستر محمد ايه مصباح. يبقى هتقول لها هو از، من هو، بنسال بيها على الفعل العاقل هو. طيب مين المدرس بتاعنا السنه دي؟ قالت لها استاذ محمد مصباح. وين هاف وي جوت انجلش، هو احنا امتى هناخد ايه، بناخد الانجليزي امتى يعني؟ فقالت لها اتس ايه بريك، يعني بعد الفسحه، افتر بريك. السؤال الثاني سؤال اختيارات، مام اولويز تيلز اس تو ايه فروت بيكوز اتس هيلثي، ماما بتقول لنا دايما ان احنا نتناول فاكهه عشان صحيه، يبقى ايه هاف ايه فروت. نمبر 2 people in Egypt، الناس في مصر are very a many tourists like them، الناس ودوده جدا في مصر، السواح بايه بيحبوهم، friendly يعني ودودين. طب نمبر 3 what a are you good at رانيا، فقالت English and Italian، ايه اللغات اللي انت كويسه فيها يا رانيا؟ فقالت الانجليزي والايطالي، يبقى لغات يعني languages. طيب نمبر 4 we learn a animals and plants in science، احنا بنتعلم عن الحيوانات والنباتات في ماده العلوم، يبقى اسمها learn about، نتعلم عن. نمبر 5 at school، في المدرسه we a 8 lessons a day، احنا بناخد 8 حصص في اليوم، يبقى we a we have. طيب نمبر 6 my father sometimes، بابا احيانا comes home، بيرجع البيت a 3 o'clock، في الساعه ايه او بحلول الساعه الايه الثالثه. لو كان في ات طبعا كنا خدناها at 3 o'clock، بس هي مش موجوده، فاحنا ممكن ناخد كلمه بحلول الساعه، تمام، بحلول الساعه الثالثه مثلا، يبقى اسمها boy. نمبر 7 ايه از ذا لانجويج اوف انجلاند، ايه لغه انجلترا؟ طبعا هي اللغه الانجليزيه اللي احنا بندرسها دي، اللي هي الانجليش. نمبر 8 وات از يور ايه فيفورت سبجكت، فقالت شي لايكس ايه ساينس، هي بتحب العلوم،
يبقى بتقول لها ايه هي المادة الدراسية المفضلة عند اختك؟ يبقى ايه؟ Sisters Science. قلبنا الصفحة، صفحة 100، صفحة 100. He never ate his homework in the evening. هو مش بيعمل واجبه ابدا في المساء. يبقى مع هي وشو ات بقول ايه؟ Does، بمعنى يفعل في المضارع. نمبر 10، ايه بنسل از ذس؟ بتاع مين القلم ده؟ اتس نوهاز، بتاع نوها. يبقى بنسال بهوز، يعني ملك من. السؤال الكوريكت، اي جو نيفر تو سكول ليت، ما بروحش ابدا المدرسه متاخر. يبقى اي نيفر جو، هنشقلب هنجيب الفعل الاساسي بعد ظرف التكرار، نيفر جو. طيب ماي سيستر، اختي، سام تايمز هيلب مي، اختي احيانا بتساعدني. ريد شورت ستورز، بنقرا قصص ايه؟ قصيره. يبقى ماي سيستر سام تايمز helps me. طيب نمبر 3، how often do your mother help you؟ كم عدد المرات اللي مامتك بتساعدك؟ يبقى how often does your mother help you. طيب نمبر 4، that is not the children notebook، دي مش كراسة الاطفال. طبعا تبقى children's، نحط apostrophe s بتاعت الملكيه. بعد كده سؤال الباراجراف، بيقول لك اكتب باراجراف على your usual week، اسبوعك المعتاد. My usual week is very busy، اسبوعي المعتاد مشغول جدا. I do many things، انا بعمل اشياء عديده during the week، في خلال الاسبوع. I always get up at 6 o'clock، عاده بستيقظ الساعه 6 صباحا. I have breakfast، بفطر with my family، مع اسرتي. I go to school every day، بروح المدرسه كل يوم. After school I go home، برجع البيت. and and do my homework، بعمل واجبي. in the evening، في المساء. I go to the club، بروح النادي. with my friends، مع اصحابي. we play handball، بنلعب كرة يد زير هناك. at the weekend، في عطلة نهاية الأسبوع. I go to my grandfather's farm، بروح مزرعة جدي. it's in Giza، موجودة في الجيزة. I go there with my family، بروح هناك مع أسرتي. I help my grandfather، بساعد جدي. plant vegetables، بنزرع خضروات. and fruit، وفاكهة. I like farm animals، بحب الحيوانات بتاعة المزرعة. I give them، بعطيهم food and water، المية والطعام. it's a lot of fun، دي بتبقى ايه حاجة ممتعة جدا. اخر تيست، اخر اختبار عندنا النهارده، اختبار شامل على يونت 2 على الوحده الثانيه صفحه 104. اول سؤال عندي listen and choose، استمع واكمل. هنسمع فقره وهنجاوب على الاسئله. سؤال استماع، my father works with computers، بابا بيعمل في الحاسبات الاليه. my mother is a teacher، ماما مدرسه. my dad never works at the weekend، بابا مش بيشتغل ابدا في عطلات نهايه الاسبوع. but sometimes، لكن احيانا. my mom looks at students homework، لكن ساعات ماما بتبص على الواجبات بتاعت الطلبة بتوعها. we often go shopping، يعني غالبا بنروح نتسوق. طب اول سؤال، what is your mother's job؟ ايه وظيفة مامتك؟ هي بتصحح واجبات بتاعت الطلبة، يبقى هي a teacher. هو قال برضك في الفقرة ان هي a teacher. طيب how often do you go shopping؟ كم عدد المرات اللي انتوا بتروحوا فيها تتسوقوا، واللي انت بتروح فيها تتسوق؟ طبعا هو قال غالبا بنروح نتسوق، يبقى ايه؟ often. Number 3، how often does your dad work at the weekend؟ كم عدد المرات اللي بيشتغلها بابا في عطلة نهاية الأسبوع؟ طبعا هو قال لك never، مش بيشتغل أبدا في عطلة نهاية الأسبوع. Number 4، what does your dad work with؟ باباك بيعمل في إيه؟ بيعمل في الحاسبات الآلية، في الكمبيوترز. السؤال الثاني، complete the following dialogue، أكمل المحادثة التالية. إيمان and Hoda are talking about school subjects، بيتكلموا على المواد الدراسية. I know you are good at many subjects at school، أنا عارفة إن أنت جيدة في العديد من المواد في المدرسة. قالت yes I like science، أنا بحب العلوم وماس والرياضيات and English، واللغة الإنجليزية. إيه about you، ماذا عنك أنت؟ What about you، وأنت بقى بتحب إيه؟ فقالت I a social studies and Arabic، أنا بحب الدراسات الاجتماعية والعربي. يبقى I like يعني يحب. إيه do you have Arabic، فقالت I always have Arabic on Sundays. هي هتقولها إمتى بتاخدي لغة عربية؟ فقالت لها أنا باخدها يوم الإيه؟ on Sunday، في يوم الحد. يبقى متى يعني when أو إيه what time. طيب إمتى بتاخديهم، بتاخدي اللغة العربية إمتى؟ فقالت يوم الحد. when do you do your homework، أنت بتعملي واجبك إمتى؟ فقالت I always do it، دايما بعمله before I go to bed، قبل ما أروح أنام. what about you، ماذا عنك أنت؟ فقالت I do my homework، بعمل واجبي in the afternoon، بعد الظهر.
طيب بعد كده هو از يور انجلش تيتشر، من مدرس اللغه الانجليزيه؟ فقالت اتس مسز داليا، دي الاستاذه داليا. اي لايك هير بيكوز شي از، بحبها عشان هي ايه مثلا؟ ممكن اقول ايه؟ عطوفه، كايند، ممكن اقول هيلب فول، متعاونه. تمام. السؤال الثالث في الورقه الامتحانيه بتاعتنا بيبقى ريد ذا فولوينج، اقرا التالي، ذن انسر ذا كويشنز، واجمع الاسئله. بيبقى سؤال كومبريهنشن، فقره وعليها اسئله، 6 اسئله، بيبقى من ايه؟ من 6 درجات. I am 12 years old، أنا عندي 12 سنة. This year، السنة دي. I am in preparatory 1، أنا في أولى إعدادي. At school، في المدرسة. I have a wonderful break time، بيبقى عندي وقت إيه؟ وقت فسحة إيه؟ رائع. طبعًا اللي تحته خط ده بيبقى هيتسأل عليه في الأسئلة، خلي بالك من wonderful يعني رائع. بيبقى عندي فسحة رائعة في المدرسة. It comes after the fourth lesson، الفسحة بتيجي بعد الحصة الرابعة. It is usually between، بتبقى ما بين عادةً 11 and 11:30 in the morning، بتبقى ما بين الساعة 11 ل 11:30 في الصباح. الصفحة اللي قدامها صفحة 105 مكملين القطعة بتاعتنا. Break time، وقت الفسحة، is quite important، مهم لحد ما. Because it makes us ready، عشان بيخلينا مستعدين for the coming lessons، للحصص التالية. We never stay in our classes، مش بنقعد أبدا في فصولنا during the break، أثناء الفسحة. Some students، بعض الطلبة، play sports، بيمارسوا الألعاب الرياضية. In the playground، في الملعب. Others، آخرين، طبعاً دي بتشير للطلبة. Open their lunch boxes، بيفتحوا صناديق الغداء بتاعتهم. And start eating together، ويقعدوا ياكلوا مع بعض. I really enjoy myself، أنا بستمتع بنفسي during the break، أثناء الفسحة. After lunch، بعد الغداء. I go to the school library، بروح المكتبة المدرسية. Where there are lots of good books، بيبقى هناك موجود فيه العديد من الكتب الجيدة to read، عشان نقراها or borrow أو نستعيرها. طب أول سؤال، what does the underlined word or others refer to؟ others دي طبعا بتشير للايه؟ للايه؟ للطلبة، الـ other students، يبقى ايه؟ يبقى هنقول هنا others، أو others refers to، بتشير لايه؟ other students، الطلبة الآخرون. Number two، what the main idea of the text؟ ايه الفكرة الرئيسية في الفقرة؟ طبعا مثلا ممكن اقول ايه؟ يوم المدرسي، my school day، يوم المدرسة. Number three، do you like break time؟ بتحب وقت الفسحة؟ why or why not؟ هتقول ايه؟ yes، انا بحبه يعني، عشان ده وقت مثلا بنستعد فيه للحصص اللي جاية يعني، تمام، بناخد شوية طاقة كده ونعمل ريفريش، يعني هنقول زي ما جالنا في الفقرة because it makes us ready، بيخلينا مستعدين for new coming lessons. Number four، students، الطلبة A in classes during the break، الطلبة مش بيقعدوا في الايه؟ في الفصول، في اثناء الفسحه، يبقى don't stay. طب نمبر 5، the writer، الكاتب، ايه the break؟ الكاتب بيحب الايه؟ الفسحه، يبقى likes the break. نمبر 6، the underlined word wonderful، كلمه رائع means معناها ايه؟ معناها amazing. بعد كده السؤال الرابع عندي في الامتحان، سؤال الاختيارات، وبيبقى عندي ايه؟ 10 اسئله اختيارات، بيبقى عليهم 10 درجات بحالهم. بيجي لنا 7 على الايه؟ على المفردات اللي احنا درسناها، و3 على الجرامر. طب نمبر 1، اتس هاف اي 5، يعني الساعه 5:30، يبقى اتس اي هاف باست 5. نمبر 2، ايه مينز يوجوال، معناها كلمه معتاد، اللي هي كلمه نموذجي، اللي هي التيبيكال. نمبر 3، ان اي ذا تيشر تيلز اس هاو تو يوز ذا انترنت، في حصه ايه بيعلمنا المدرس ازاي نستخدم الانترنت في حصه الدراسات، في حصة دراسات الكمبيوتر، اللي هي ايه؟ كمبيوتر ستادز. نمبر 4، وي ونت تو ذا بارك، احنا رحنا الحديقه العامه، اند هاد ايه زير، واستمتعنا هناك، هاد ايه فن زير، وي وير فيري هابي، كنا سعداء جدا. نمبر 5، ستودنتس، الطلبه، ليرن اباوت ايه كانتريز، بيتعلموا على البلاد، ان ايه ليسونز، بيتعلموا حاجات معلومات عن البلاد في ايه؟ في حصص الايه؟ السوشيال ستادز، الدراسات الاجتماعيه. اخر صفحه معانا يا ولاد النهارده في صفحه 106، I like reading at break، بحب اقرا في الفسحه، so I go to the A، عشان كده انا بروح الايه؟ اللايبراري، المكتبه. Number 7، Mike travels on his A because there is a lot of snow،
في جلد كتيرة، فهو بيسافر بالإيه؟ بالموبايل، سنو موبايل اللي هي عربة الثلج. نمبر 8، how often a your friend visit you، يعني كم عدد المرات اللي بيزورك صديقك فيها، يبقى إيه؟ how often does عشان صديقي. نمبر 9، students الطلبة a study hard before exams، الطلبة دايما بيذاكروا بجد قبل الامتحانات، يبقى always دائما. نمبر 10، Sandy is one of a friends، ساندي واحدة من أصدقاء ليلى، يبقى إيه؟ ليلى's a friends اللي هي نمبر 8. سؤال الكوريكت، My sister always is busy on school days، أختي دايما بتبقى مشغولة في أيام المدارس. تمام كده، إحنا قلنا إيه من شوية؟ إحنا قلنا am is are، تمام كده، اللي هي verb to be بتيجي قبل ظروف التكرار، تيجي قبل always، يعني أنا هشقلب، يبقى أقول إيه؟ is always. بعد كده نمبر 2، this is Mr. Kareem's new car، دي سيارة الأستاذ كريم، يبقى الأبوستروفي هنحطها قبل الاس، يبقى كريمز أبوستروف اس. نمبر 3، that beautiful blouse، البلوزة الجميلة دي is my mother's، بتاعت ماما، هحط الأبوستروفي قبل الايه؟ قبل الاس، يبقى ايه؟ mother's. نمبر 4، children الأطفال often plays video games on holidays، عادة بيلعبوا غالبا بيلعبوا ألعاب فيديو في الأجازات، يبقى play بس. السؤال الأخير، write a paragraph of about 80 words on، اكتب paragraph من 80 كلمة، ويا ولاد سؤال الباراجراف ده بيبقى عليه 6 درجات، فيا ايه ما نضيعهمش عشان مهمين جدا. اكتب عن school rules، يعني قوانين أو قواعد المدرسة. We have many rules، عندنا العديد من القواعد to follow بنتبعها at our school في مدرستنا. Rules القواعد أو القوانين make our time، بتخلي وقتنا at school في المدرسة easy، سهل and comfortable ومريح. We have to arrive، يعني يجب علينا إن احنا نوصل at school في المدرسة on time في الوقت المحدد. We have to، احنا يجب علينا wear، إن احنا نرتدي our uniform، اليونيفورم بتاعنا أو الزي الموحى بتاع المدرسة. We have to wear a mask، يجب علينا ان احنا نلبس قناع او ماسك. to protect us، عشان نحمي نفسنا from covid 19، من covid 19. طيب بعد كده بيقول لك we have to bring our books، يعني يجب علينا ان احنا نحضر الكتب بتاعتنا and pens والاقلام. we have to obey، يجب علينا ان احنا نطيع and respect، ونحترم our teachers، مدرسينا. we have to listen to our teachers، يعني يجب علينا ان احنا نستمع للمدرسين during lessons، في اثناء الحصص. We have to do our projects، يعني يجب علينا ان احنا نعمل المشروعات and homework والواجب. We have to keep our classes، يجب علينا ان احنا نحافظ على فصولنا clean نظيفة. We must go to school، يجب ان احنا نروح المدرسة on time في الوقت المحدد. We mustn't say bad words to our friends، يجب علينا ان احنا ما نقولش كلمات سيئة لأصدقائنا. We mustn't leave school، يعني يجب علينا ألا نغادر المدرسة before the school day finishes، قبل ما ينتهي اليوم الدراسي. وبكده نكون انتهينا من حل تدريبات الوحدة الثانية من كتاب جيم 2023، مع تمنياتي لكم بالنجاح والتفوق إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.